متابعينا اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة ولعبة جديدة، لعبة ستاند اوف 2. اللعبة تشبه كانتر سترايك كثيرا، وهي للجوالات اصدقائنا للجهاز المحمول. نفذت الذخيرة من لدينا. التحكم صعب جدا في هذه اللعبة. حسنا، خفضنا تقدم قليلا. نخرج. اختار اكزيت. نبدأ في سيرفر جديد مرة أخرى. حسنا، ننتظر لننضم اللاعبين للعبة. تم تجميع الشخصيات والخريطة. حسنا، نذهب إلى الشخصية لأنه نحن مع الشرطة. ما زال يلعبوا أعتقد. هذا الشخص حاطط صورة هايبرا اللي في المحقق كونان. حسنا، ننتظر إلى أن يتم هزيمتهم حتى ننزل بعديها نحن أيضا. يستخدم سكين أصدقائنا. قتلوا، ها هم الشرطة انتصروا أصدقائنا. على أعتقد الآن سننزل. الآن لقد نزلنا. أجل، لقد وصلنا أصدقائي. حسنا، حصلنا على سلاح. نتقدم الآن. حسنا، نبحث عن اللاعبين. أعتقد اللاعبين بالعكس هناك بالخلف. حسنا، نذهب حيث يوجد على الخريطة علامتان الزرقاوتان. يوجد علامة حمراء أيضا هناك. حسنا، يوجد بعض الأعداء وقد نجح بالقضاء علينا. تبقي شرطي واحد معنا. حسنا، ننتظر قليلا حتى يهزموه أو هو ينتصر عليهم. انتصر أحدهم، متبقي واحد آخر. حسنا، الآخر أخرج سكينة. الآن السلاح. نريد تفعيل القنبلة، فإيقاف تفعيل القنبلة الشرطي، ولكن الإرهابي يهاجمه. حسنا، ديفيوزنج تعطيل القنبلة. نجح الشرطي أصدقائنا بتعطيل القنبلة، وهكذا نكون الشرطي انتصر وقضى على الإرهابي أيضا. حسنا، نبدأ الآن مرحلة جديدة مرة أخرى. مثلا نشتري سلاح. نتبع الشرطة. ما الحق بهم. مثلا يبدو لابد. اعتقد الارهابيين سيأتون من هنا.
زلت سيئة من هناك أصدقائنا. حسب الخريطة يوجد علامات حمراء. قد نجح في القضاء علينا مرة أخرى. حسنا أصدقائي، لهنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة ستاند أوف تو. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.